نتكلم عن طرح وحدات سكنية جديدة من قبل صندوق التنمية الحضرية في عدة محافظات. نعرف التفاصيل معنا دلوقتي على التليفون المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء. مساء الخير على حضرتك يا باشمهندس، وعايزين نعرف هذه الوحدات السكنية موجودة فين، إيه اللي بيميزها عن باقي الوحدات السكنية، طرق الدفع، المواطنين اللي عايزين يشتروا هل في اشتراطات معينة لشراء هذه الوحدات السكنية؟ طيب احنا بنقول ان احنا يعني مساء الخير اولا، مساء الخير. احنا طرحين المشروع بتاعنا في 8 محافظات، 13 12 مشروع بالظبط. الاصل احنا عندنا 13 محافظه و24 مشروع، لكن طرحين دلوقتي في 8 محافظات فقط 12 مشروع. السؤال الثاني اللي هو هل في اشتراطات معينه للحجم؟ لا، ما فيش اي اشتراطات خالص. يعني لو كان حد يمتلك وحدة سكنية أخرى، لأنه كان بيبقى في بعض المشروعات فيها الشروط دي، إنك لو تملكت وحدة سكنية تابعة للصندوق مثلا تقدر تتملك وحدة أخرى؟ أي ممكن حضرتك متملك في أي مشروع في أي حاجة يتملك، اللي عايز يشتري وحدتين من عندنا برضه يشتري، اللي عايز يشتري 3 وحدات، اللي عايز يشتري مفيش قيود للسن، مفيش أي قيود تماما على أي حاجة. والشقق جاهزه يعني مبنيه بنسبه 95%، المشروع نسبه تنفيذه 95%. ميزه عندنا ان احنا بنقول انت هتقسط على 5 سنين وبتستلم وحدتك في خلال السنه دي، يعني المشروع وهو بيحجز، قبل ما يحجز وقبل ما يخلص اجراءات الحجز بتاعته هو خلاص يعني بيشوف شقته، يعني مطمن عليها تماما. طب الاسعار مقارنه باسعار الوحدات اللي بيطرحها القطاع الخاص، لان ده بالتاكيد بيخلق منافسه في القطاع العقاري. لا، اقل بكتير جدا، لان احنا بنطرح وبنقول ان احنا عندنا من تسديد المشروعات دي من حوالي 2 سنين، فباسعار امبارح احنا بنبيع النهارده. فالدنيا يعني وبدأوا نحط عليها ربح بسيط، ما بنقولش ده لو تنفذ النهارده تنفذ بكام. فعشان كده بنقول ان باسعار امبارح يعني. في نفس الوقت احنا عندنا كل الفئات بنقدر نطرح لها، احنا عندنا من اول ال 76 متر حتى ال 180 متر، ال 182 متر. فاحنا الطرح بتاعنا موجود لكل الوحدات، فدي ميزه لينا. عندنا من اول سعر 760,000 جنيه حتى سعر عندنا 4.5 مليون، بس طبعا كل حاجه مستوى ايه، مستوى التشطيب ايه، والمشروع فين، كل دي عوامل كتير للمشروع نفسه. الخدمات المقدمه للوحدات السكنيه دي، يعني هل في سوبر ماركت وصيدليه تابعه للوحدات السكنيه دي؟ ايه الخدمات اللي بتقدم؟ في كل الخدمات، في مسجد، بيبقى في مراكز طبيه، في مراكز تجاري، في محلات، وفي بعض المشروعات بيبقى فيها كنايس حسب احتياجات المكان نفسه، في مدارس حسب احتياجات المكان نفسه، كل حاجه بتبقى موجوده حسب احتياجات المكان المحيط بينا كمان يعني. مع التسليم هتكون كل الخدمات دي اشتغلت؟ كله هيكون شغال طبعا، كله هيكون شغال ان شاء الله. احنا يمكن المشروع كمان شغال، يعني المشروع نفسه الناس هتروح تتفرج على تشطيب شقته. يعني واحنا بس الدنيا لسه بنشوف الموقع العام والشبكات، كل ده احنا بنحاول ان شاء الله يعني ايه نخلصه خلال السنه اللي احنا داخلين عليها، فكل ده ان شاء الله هيبقى يعني المواطن نفسه مش هي يعني هيسكن ويقسط بعدين، يعني اي واحد هيسكن شقه جاهزه ويقسطها بعدين. نظام التشطيب ايه يا باشمهندس؟ وهل موحد على كل الوحدات؟ سوبر لوكس، يعني في طبعا جميع الفئات ممثله، لكن معظمه بيبقى سوبر لوكس. وخطوط مواصلات توصلني لهذه الوحدات السكنيه واماكن تواجدها اشتغلت حضراتكم شغالين عليها؟ احنا في قلب المدن القائمه، يعني احنا بنقول ان احنا كان عندنا مشكله ان في ناس محتاجه تعيش في المكان اللي هي فيه، بس عايزه حاجه في مستوى التجمع والشيخ زايد والقاهره الجديده، فاحنا بنحقق كل الكلام ده لاهالينا، يعني فحققناه لهم حاجه بطعم المدن الجديده وفي نفس الوقت مكان ذكرياتك وحياتك كلها. يعني حولتوا المكان لكومباوند تقريبا شبه اللي الناس بتحلم بيه وبتشوف. كومباوند فعلا، مش تقريبا، لا هو فعلا كل المشروعات عباره عن كومباوند. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا باشمهندس خالد صديق، رئيس مجلس اداره صندوق التنميه الحضريه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.